نعم، يعني تمكنا في هذه اللحظات من التواجد في إحدى البنايات القريبة من منزل الأسير قنبع، وجيش الاحتلال يمنع من إنارة الإضاءة، لذلك سنركز بالصورة بالتأكيد على تفاصيل عملية الهدم. قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حوالي 50 دورية للاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مع ساعات منتصف الليل مدينة جنين وفرضت طوقا عسكريا في محيط منزل الأسير أحمد جمال قنبع برفقة جرافات عسكرية لهدم المنزل المكون طبعا بمساحة تقدر ب 160 مترا مربعا. وهذه هي عملية الهدم الثانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم أحمد قنبع بالمشاركة في عملية الشهيد أحمد جرار، وللمصادفة هذا اليوم السادس من فبراير شباط للعام 2020، وقبل سنتين بالتحديد في ذات التاريخ من العام 2018 نفذ الشهيد أحمد نصر جرار عمليته بإطلاق النار على إحدى المركبات إلى الغرب من مدينة نابلس، وأدى ذلك إلى مقتل مستوطن وحاخام إسرائيلي. وبالتالي اليوم إسرائيل رفضت أول أمس بالتأكيد عملية الالتماس المقدم لمنع هذا القرار، باعتبار أن هذا المنزل هو ليس للأسير أحمد قنبع وإنما لشقيقه، وهو من أصحاب الحالات ذات الخاصة، والعائلة مكونة من 7 أفراد وبالتالي هو لا يسكن به، لكن جيش الاحتلال ومحاكمه أصرت إلى مواصلة الإجراءات القانونية في وجهة نظرها والأمنية في إقدام هذه الجرافات على مواصلة عمليات الهدم في مدينة جنين. هنالك في أكثر من موقع. نعم. خالد، قبل أن نذهب إلى مواقع أخرى، العائلة التي كانت تسكن هذا المنزل إلى أين ذهبت؟ نعم، حاليا بعد رفض المحكمة الإسرائيلية أول أمس الالتماس المقدم لوقف عملية الهدم، قامت مباشرة بالتحسب، وبالتالي قامت بإخلاء كافة مكونات المنزل من الأثاث والملابس وكافة المحتويات، وبالتالي ذهبت إلى مناطق قريبة باتجاه الأقرباء ليتسنى لهم بالتأكيد البحث عن رحلة أخرى للتشبث بالحياة على هذه الأرض الفلسطينية التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه المشاهد المباشرة بقتل حلم لعائلة فلسطينية، وهي عائلة بالتأكيد يعني فيها رب الأسرة من الأشخاص ذوي الإعاقة ولديه 7 أفراد، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يصر بالتأكيد على تجسيد ورسم المعاناة بالنسبة للفلسطينيين كضريبة باعتباره وفي العقيدة الأمنية الإسرائيلية على الفلسطيني أن يدفعها لمشاركة في أعمال المقاومة باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي. في مدينة جنين هنالك حسب ما ورد من الإشارات الميدانية 3 إصابات بالرصاص الحي، تم نقلها إلى المستشفى الرازي في المدينة لتلقي العلاج. هنالك أيضا 4 إصابات بالرصاص المطاطي، مواجهات ربما هي الأعنف في تاريخ مدينة جنين بين جنود الاحتلال الإسرائيلي. هنالك عدد من الشبان الفلسطينيين تمكنوا من إطلاق عدد من الرصاصات صوب جنود الاحتلال، وجيش الاحتلال رد بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي باتجاه الشبان الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة لازالت المواجهات مندلعة في أكثر من مكان، وعملية الهدم مستمرة التي بدأت منذ حوالي الساعة، وحتى هذه اللحظة لازالت جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم. نعم، هذه المواجهات التي أشرت إليها هل لها علاقة بعملية الهدم التي تتم الآن أم لها علاقة بموضوع آخر؟ نعم، هي مرتبطة ارتباط كلي بعملية الهدم. جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما اقتحم بنحو 50 دورية لمدينة جنين عمل على فرض طوق عسكري، يعني بالكاد نحن الصحفيين تمكننا من الوصول إلى حيث هنا بنتيجة الحواجز ونقاط المواجهة. الشبان الفلسطينيين ومع خبر ورود أن هنالك حشودات عسكرية قاموا بإغلاق عدد من الطرق والتصدي لجيش الاحتلال خلال عملية الاقتحام بالإطارات زجاجات الحارقة بالحجارة، وتدور مواجهات بين الفينة والأخرى في أكثر من محور وليس في نقطة واحدة. في هنالك جيش الاحتلال يغلق حوالي 6 طرق وتقاطعات سكنية في المنطقة التي نقف بها لمنع تقدم الشبان الفلسطيني باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته التي تقوم بعملية الهدم لمنزل الأسير أحمد قنبع في مدينة جنين، وبالتالي المواجهات لربما ستستمر وستكون هي الأعنف مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الإسرائيلي خلال الساعات القادمة، لكن يبدو أن عملية الهدم على الأقل ستستمر إلى نحو الساعة. كما نشاهد أن جرافات الاحتلال هدمت ما يقارب نصف المنزل التي تم إعادة بناؤه. جيش الاحتلال الإسرائيلي هدمه في المرة الأولى في 24 نيسان 2018، واليوم يقوم بعملية الهدم الثانية. ونشاهد أيضا تحرك لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية والجيبات لتأمين المنطقة العسكرية التي فرضتها في هذه اللحظات. وكما نشاهد أيضا عدد إضاءة لجيش الاحتلال يوجهها باتجاه الطواقم الصحفية. نعم.